والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الرئيس، الأخوات والإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال خير القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. أستهل بحمد الله بأن لم يتهم أحد نزاهتنا، ولم يشكك أحد في كفاءتنا، ولم يلمح أحد إلى وطنيتنا. الحمد لله، أحمده وأركع له وأسجد. فإن لم يكن أي مما سبق موضع شك أو ريبة فينا، فالخلاف بيننا إذن وبين البعض من النخبة الكريمة من معارضينا هو خلاف على الحلول، وعلى أي البدائل أفضل، وعلى أي الطرق أيسر وأقصر، وعلى أي الأولويات أسبق. ولذلك تعاظمت قناعتنا أن العمل معا وبالتشاور الجدي والمخلص سيقرب الشقة التي تباعدنا ويكامل جهودنا. ومن هنا كان إصغاؤنا لكلمات نواب الأمة بكل احترام وبكامل الجدية: فنحن وأنتم لا ننشد إلا الأفضل والأنسب لبلدنا الحبيب. وأود التأكيد مرة واحدة أن جميع ملاحظات النواب الأفاضل، أقول جميع ملاحظات النواب الأفاضل المتعلقة بدوائرهم ومناطقهم الانتخابية تم توثيقها وسيتم تفريغها صباح غد في جداول وبرامج توضع بنظر مجلس الوزراء، وسيتم وضع كل ما أمكن منها بالتنفيذ. والرد الحكومي الذي سأتلوه على الملاحظات التي تتالت وتكررت في كلمات السيدات والسادة النواب هو أي ردي على القضايا التي تحمل طابعاً وطنياً عاماً لا مناطقياً ولا محلياً، لأن لذاك موضعاً آخر. معالي الرئيس، السيدات والسادة نواب الأمة المحترمين، لقد ناقش عدد من السادة النواب تشكيلة الحكومة والمشاورات التي سبقتها، وأن ذلك لم يرتقي لطموح الحكومة البرلمانية المنشودة، ولم يعكس فحوى التداولات التي تمت مع نواب الأمة كتلاً كانوا أم مستقلين، وهو ما أدى إلى شعور بعض السيدات والسادة النواب الأفاضل بالعتب وأحياناً الغضب والاستنتاج أن في ذلك استخفافاً لا قدر الله بنواب الأمة وبالمشاورات التي جرت معهم. وهنا أود أن أؤكد لمجلس النواب الموقر، وبما لا يدع مجالاً للشك، على تقديري الكبير لكل واحد من السادة النواب ولمكانته السياسية والتمثيلية والشخصية، ناهيك عن المكانة
الدستورية المهيبة لمجلس ممثلي الشعب والركن الأساسي في نظامنا السياسي النيابي الملكي الوراثي، وأؤكد حرص الأكيد على هيبة مجلس النواب وسمعته لمعرفة الراسخة بنزاهة الانتخابات التي أفرزته، كما أؤكد أن هيبة مجلسكم الموقر من هيبة الدولة الأردنية، فأنتم من يمثل الشعب الأردني الكبير بتاريخه وقيمه ومنجزاته، ومن أحق مني أنا الحكومة التي أجرت الانتخابات من الاعتراف بهذا. فإن كان ثمة خطأ في المشاورة، إن كان ثمة ضعف، إن كان ثمة نقد، فإنما كان ذلك من قبيل الاجتهاد ولم يكن من قبيل المناورة السياسية، وحاشا لله أن نفعلها. لقد دخلت المشاورات، دخلت النيابة المشاورات النيابية بكل عقل متفتح وبنية معلنة في تشكيل حكومة برلمانية تحقيقا لطموحات جلالة الملك المعظم والشعب الأردني، ولكنني وجدت مصيبا أو مخطئا أن ذلك متعذر عمليا، لأن المشاورات كما ظننت، وهي المشاورات التي شهدتموها والمسجلة بكاملها، أفضت لعدد من الترشيحات والتنسيبات، فكنت أمام خيار الانتقاء من هذه الأسماء على أسس شخصية، أي أسسي أنا الشخصية غير المؤسسية ولا السياسية. وبناء على هذا الواقع، ولأنني حريص بكل صدق، كل الحرص على إنجاح التجربة، اجتهدت ولكل مجتهد نصيب، فرأيت أن أرجئ استكمال استحقاق الحكومة البرلمانية إلى مرحلة تتمأسس من خلالها المشاورات حول هذا الأمر التاريخي الجلل، وبما ينجح التجربة ويجنبها الإخفاق الذي إن وقع لا قدر الله سيستغله أعداء الإصلاح أن استغلال. لقد هدفت التشكيلة الحكومية بعدد محدود من الوزراء إلى التعبير العملي الملموس عن صدق التوجه القريب لإحقاق الحكومة البرلمانية وبالسرعة القصوى، ولكن بحكمة وروية وبما ينجح التجربة الوليدة ويعظم قيمتها المضافة لمشروعنا الإصلاحي. إنني وبالشراكة مع مجلسكم الموقر أنظر لهدف إحقاق الحكومة البرلمانية وإنجاحه على أنه رسالة حكم لا رسالة حكومة عهد بها صاحب الأمر، فلا تراجع عن ذلك، ونحن نعمل لبنائه وإحقاقه بكل الحكمة وبما يليق بالمجتمع الأردني الكبير. سأباشر إن تشرفت بنيل ثقتكم وإخوان الوزراء إلى السير بخطوات ملموسة لاستكمال الحكومة شقها البرلماني، وبما يضمن توافقا مع مجلسكم الكريم خلال الأيام أو الأسابيع القادمة حسب ما تقتضيه العودة إلى الكتل والمستقلين بالطبع. وبالتزامن مع ذلك، فإن الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنية، واعذروني هنا لن أذكر أسماء الكتل، إن كثيرا من هذه الأفكار هي الأفكار التي استدرجناها واستقبلناها واستمعنا إليها من الأفاضل رؤساء ونواب وأعضاء الكتل، واعذرونا أننا لا نستطيع إسناد كل فكرة إلى من أوصانا بها أو اقترحها علينا. وبالتزامن مع ذلك، فإن الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنية السياسية الهادفة ترجمة لقناعتها أن الحوار الوطني ضرورة مجتمعية لإحقاق التوافقات الوطنية المأمولة، وسيكون أي الحوار
وسيلتنا الأساسية للوصول لصياغ قانونية وسياسية حول القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية، وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب وميثاق النزاهة. والحكومة مستعدة أن تتقدم مبادرة بوضع قانون الانتخاب تحت نظركم ومعالجة موضوع الصوت الواحد ضمناً. وميثاق النزاهة الذي أرأس لجنة ملكية شرفني برئاستها صاحب الجلالة، كلها أي قوانين الانتخاب والأحزاب والنزاهة يجب أن تنجز بأسرع ما يمكن، وستلتزم الحكومة بتعزيز الحريات العامة والحريات الإعلامية وبما يشيع أجواء من الحرية المسؤولة والرقابة الموضوعية على أداء مؤسسات الدولة. ورغم الظروف القاسية في الإقليم، فإن هذه الحكومة وبكل تواضع، أولاً لم تلاحق صحفياً أو صحيفة قط، ثانياً ولم تحاول على الإطلاق التضييق على أي جهاز أو منظومة أو محطة أو منشورة من أجهزة الإعلام، ولا على أي مطبوعة بأية ذريعة من الذرائع طيل عمرة الحكومة السابقة وهذه الحكومة الجديدة. ثالثاً، ولم تحول أي قضية حريات إلى الفضاء. رابعاً، ولم تضيق على الحريات العامة بأي من أشكالها. وأدامت خامساً، وأدامت التشاور والاتصال مع جميع شرائح المجتمع المدني من الأحزاب جميعها دون استثناء، والنقابة جميعها دون استثناء، وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات الثقافية والإعلامية، وبشكل متواصل وبوتيرة غير مسبوقة. السيدات والسادة نواب الأمة الأكارم، جاء الحث على مكافحة الفساد جاء الحث على مكافحة الفساد قيمة حاضرة في كلمات السادة النواب، كل النواب، كل الأمة، كل الشعب، كل الأردن، وهم بذلك يعبرون، أي النواب، عن أرق حاضر في أذهان الأردنيين أدى لفقدانهم الإحساس بالعدل. ونحن إذ نشد على أيديكم ونوافقكم إلى ضرورة أن تنتهي هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا، لنؤكد أننا وبالشراكة معكم سنكافح الفساد وبحزم لا يلين يقنع المواطنين. وسوف تقوم الحكومة بإطلاع مجلسكم الكريم والرأي العام على جميع الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد وبأقرب مهلة ممكنة. فنحن لن نرضى إلا أن نكون بلد النزاهة والاستقامة، ومجتمعا يعلي من ثقافة الشباب الشفافية، يفاخر مسؤولوه بتاريخهم من النزاهة وبأرصدتهم المدينة بالخط الأحمر للمتخمة، وذلك ما كما كان سابق عهد الرعيل الأول الذي أسس الأردن وجعله منارة ومحط فخرنا جميعا. رحم الله توفيق أبو الهدى، رحم الله وصف التل، رحم الله عبد الحميد شرف، رحم الله قاسم الرماوي وسعد جمعة وغيرهم من الذين استشهدوا مدينين. وفي هذا السياق سنعالج مجمل أوضاع وملكية أقول شركة الفوسفات ومجمل هيكلتها ورسوم التعدين في ضوء نتائج أعمال المحكمة. ذلك أن اتفاقية بيع أسهم الفوسفات وما تلا بيع الأسهم أجحف بحق المملكة
وأساء إلى الثقة العامة بما لا يقدر بثمن اقتصادياً واجتماعياً وأساسي وسياسياً، وأساء إلى الثقة العامة، ثقة الشعب بحكومته. وستقوم الحكومة بكل الجهود القانونية والدبلوماسية، أقول الدبلوماسية المتاحة، لأن الشريك الأكبر في هذه الشركة هو شخصية اعتبارية أجنبية. سوف نقوم بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل أن يستعيد الشعب الأردني مقدراته وثرواته الوطنية. أما برنامج التحول الاقتصادي فقد تلقينا تقريراً ضخماً من ديوان المحاسبة، استغرق إعداده أكثر من سنتين، وسوف يحال إلى محكمة الفساد للتعامل معه فور إنجاز موضوع الثقة بهذه الحكومة. أما سد الكرامة فلجنة التحقيق النيابية لم تنجز ما أنيط بها منذ البرلمان 14 أو 15، لم نعد نذكر. إن غياب العدل والوضوح في قرارات التعيين وتوزيع المكتسبات العامة للدولة أدى لخلق حالة من عدم الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية وبحكوماتها، وأدى من ضمن ما أدى إلى أن ينظر كثير من المسؤولين لعلاقتهم مع دولتهم من منظور المنفعة لا المواطنة، وفي هذا خطر عظيم ولد الإحساس بالقهر والغبن، انعكس في كلمات الكثير من نواب الأمة الذين تحدثوا عن ظلم ونسيان وقع على مناطقهم وعائلاتهم وعشائرهم. وإن الحكومة إذ تعترف بوجود فجوة الثقة وغياب الإحساس بالعدل في توزيع المناصب والمكتسبات التنموية والإدارية، لتؤكد أن المجتمع الأردني لا بد أن يمضي بإصلاح كل ذلك من خلال ترسيخ قيم الجدارة والتنافسية، لأن الذهنية المحاصصة إذا ما انزلقنا إليها لا قدر الله ستعاكس حكما توق المجتمع الأردني للعدل، وتضرب جهودنا في بناء دولة حديثة